منورة منورة منورة. يعني أنا اليوم ما رح أحكي، بدي أعطيك الميكرو تخبرينا دنيا شو عم تعمل، خبرينا هيك اشتقنا لك كثير. ثانك يو. أول شيء شكرا جزيل الشكر لمواقع شارع الفن اللي دائما نشوف حصريات كل الفنانين عليه ما شاء الله. ثانيا أنا جدا سعيدة اليوم لأنه يتم تكريمي مهرجان كبير كرواد أوردز ومن لجنة تحكيم كبيرة. حابة أشكر الرائعة السيدة الراقية مريم معروف على هذا الالتفات الرائعة. فاليوم راح أكرم من ضمن مجموعة من عمالقة الفن وشخصيات كبيرة ومهمة كذلك، وأنا لي شرف أن أكون من ضمنهم اليوم، بالإضافة إلى جديدي اللي راح أقوله لجمهوري وأغنية بعنوان غيورة إن شاء الله راح تصور قريبا، بالإضافة إلى ألبوم مغربي متنوع الإيقاعات والألحان والكلمات إن شاء الله اللي راح يكون توقيعه إن شاء الله بالمغرب. عم شوف الأغنية مترجمة على الأرض، في كتير ناس بتغار منها للدنيا، شو السبب؟ كيف؟ عم شوف الأغنية عم تترجم على الأرض، في كتير ناس بتغار من دنيا حسب عنوان الأغنية، فعلاً شو السبب؟ أغنية غيورة هي فيها مجموعة من الكلمات الحساسة للبنت اللي تغار على زوجها أو حبيبها وهو ما كاينش اهتمام، فإن شاء الله تنال إعجاب جمهورنا يا رب. بدي نتكلم للجمهور شو بدهم على بشر الفن؟ حابة نقول لهم تحية كبيرة لكم، وانتظروا دائماً جديدة وحصرياتي على موقع شارع الفن، وتحية لكل الصحفيين اللبنانيين على الاهتمام. شكراً. Like.